أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على الحسين بن علي عليهم السلام من كتاب الكافي الشريف كنا في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب حيث إن الإمام الحسن عليه السلام يوصي محمد بن الحنفية وهو أخوه بإمامة الإمام الحسين عليه السلام أن يلزمها وقد ذكرنا في الحلقة الماضية فضل محمد ابن الحنفية وأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمدًا ولدي. ولكن مع ذلك محمد بن الحنفية ليس بمعصوم فيحتاج إلى توصية وإلى تذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكذلك من باب اياك اعني واسمع يا جاره حتى تصل هذه الوصيه الى الناس الاخرين فلا يزعم زاعم ان محمد بن الحنفيه هو الامام واذا زعم زاعم كالكيسانيه تكون دعواهم ويكون زعمهم باطلا لما انتشر من وصية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. في المقطع الثاني من هذا الحديث يقول الإمام الحسن عليه السلام: يا محمد بن علي أما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي وعند الله جل اسمه في الكتاب وراثة من النبي أضافها الله عز وجل له في وراثة أبيه وأمه فعلم الله أنكم خيرة خلقه فاصطفى منكم محمدا صلى الله عليه واله واختار محمد علي عليه السلام واختارني علي عليه السلام بالإمامة واخترت أنا الحسين بعد ذلك محمد بن الحنفية يجيب الإمام بكلام سنقرأه لاحقا. في هذا المقطع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بين مجموعة من الأمور فيما يتعلق بإمامة الإمام الحسن. أولا: أنه إمام من عند الله عز وجل. بمعنى أن الحسن عليه السلام يقول: لست أنا الذي عيّنته للإمامة، وإنما الله سبحانه وتعالى عيّنه لذلك، لماذا؟ لأن الإمامة منصب إلهي، وهو يرتبط بالله سبحانه وتعالى مباشرة ولا يشركه فيه أحد. الله سبحانه وتعالى في القران يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره يعني اذا واحد زعم ان اختيار الامام بيده فقد اشرك بهذا الامر زين ما هو الدليل على ان الامامه اختيار من الله سبحانه وتعالى الدليل قوله عز وجل في سورة البقرة: "وإذ ابتلى إبراهيم ربه ربه بكلمات فأتمهن" يعني الله سبحانه وتعالى امتحن إبراهيم بامتحانات كثيرة فأتمهن يعني نجح في هذه الامتحانات اللي من تلك الامتحانات كان إلقاؤه في نار نمرود ومن جمله تلك الامتحانات بل واصعب تلك الامتحانات امره بذبح ابنه اسماعيل فلما نجح في هذه الامتحانات الله سبحانه وتعالى ماذا قال له فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما هذه الإمامة ليست هي النبوة، مرتبة أعلى من النبوة، لأن إبراهيم قبل هذه المرحلة كان نبياً، حينما كان في بابل كان نبياً، حينما كسر الأصنام، حينما ألقي في النار في أوائل شبابه كان نبياً، والامتحانات اللي مر بها كانت في فترة نبوته ورسالته، لكن. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن أتم كل تلك الامتحانات قال إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس إماما مو الناس يجعلوك إماما لهم زين إبراهيم بعد ذلك ماذا قال؟ قال ومن ذريتي لأن إبراهيم رأى هذه المنزلة العظيمة فأحب أن تكون في ذريته أيضا الله سبحانه وتعالى قال له: قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي، هذا عهد الله مو عهد الناس. ومن كان ظالما لا ينال هذا العهد. زين الله سبحانه وتعالى هذا المنصب الرفيع اللي اعطاه لابراهيم بعد نبوته. وبعد مروره الامتحانات واجتيازه لها بنجاح هذا المنصب ما يعطي لكل واحد لان الله حكيم والحكيم لا يعمل اعمالا اعتباطيه الله سبحانه وتعالى يريد يعطي المنصب لشخص قبل ذلك يصطفيه ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين يصطفيه فالإمام الله سبحانه وتعالى يصطفيه مو كل واحد يجي يقول أنا أصير إمام لا هذا تعيين من الله حصرا لا أحد يشرك بالله في ذلك الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق الى ان يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بعد الرسول الله سبحانه وتعالى يقول علم الكتاب اورثناه لمن للذين اصطفيناهم من عبادنا بعض من العباد لان كل الناس عباد الله. فالذين اصطفاهم الله من العباد. فإذا الإمام بتعيين من الله والله سبحانه وتعالى يصطفيه. فلذلك الإمام الحسن في هذا الحديث الشريف يقول: إن الحسين بن علي إمام من بعدي لكن مو بتعيين مني أنا بلغت الإمام أمير المؤمنين من قبلي بلغ الرسول صلى الله عليه وآله من قبلنا بلغ لكن التعيين من عند من؟ من عند الله وعند الله جل اسمه في الكتاب شنو هذا الكتاب؟ القرآن شنو هذا الكتاب؟ اللوح المحفوظ. شنو هذا الكتاب؟ الوصية النازلة المكتوبة من السماء التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وقد ذكرنا فيما مضى تفصيلها. أما في اللوح المحفوظ الله سبحانه وتعالى قد سجل كل شيء ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واما في الوصيه النازله فقد قرانا الاحاديث سابقا. واما في القران الكريم فقد ذكرنا الايات التي تدل على امامتهم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. انما وليكم الله ورسوله هو الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وايضا قوله سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وأيضا الآيات الأخرى التي ذكرناها وسنذكر بعضها لاحقا فهو بتعيين من الله سبحانه وتعالى وراثة من النبي صلى الله عليه وآله إضافها الله عز وجل له في وراثة أبيه وأمه يعني الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام يرثان أبويهما الحس الأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما الصلاة والسلام وكذلك ورثا رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الرسول صلى الله عليه وآله كسائر الأنبياء له إرث مادي هذا يصل لمن؟ لورثته كسائر الناس لأن الأحكام الشرعية كما تجري على سائر الناس تجري على رسول الله صلى الله عليه واله. وتجري على الانبياء، وورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب، فمن الذي ورث ورث رسول الله صلى الله عليه واله؟ ورثة الرسول فاطمة الزهراء، وزوجات الرسول. زوجات الرسول يرثنا منه الثمن، لأن الميت إذا كان له ولد فلزوجته أو لزوجاته الثمن، إذا وحدة نعطيها كل الثمن، وإذا أكثر من واحدة فهذا الثمن يقسم بينهما أو بينهن، فزوجات الرسول صلى الله عليه واله حين رحيله كن تسعة، فالثمن يعطى لهم، طبعًا من غير الأراضي بتفصيل مذكور بالفقه. وبقية الإرث يكون لفاطمة الزهراء سلام الله عليها لأنها الابنة الوحيدة التي كانت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله في قيد الحياة. هذا الإرث المادي، وبعد استشهاد فاطمة الزهراء صل... سلام الله عليها، إرثها التي ورثته من الرسول صلى الله عليه واله ينتقل إلى ورثتها، من هم ورثتها؟ أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، يرث الربع لأن الزوج يرث ربع أموال الزوجة إذا كان لها ولد، وثلاثة أرباع هذا الإرث يكون لأولادها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم عليهم جميعاً الصلاة والسلام. فهذه الوراثة المادية ورث الحسين عليه الصلاة والسلام أموال رسول الله صلى الله عليه واله المادية عن طريق إرثه حصة من فاطمة الزهراء التي ورثت أكثر أموال الرسول، وأيضا إرث معنوي الأنبياء لهم إرث معنوي، الأئمة لهم إرث معنوي يضاف إلى الإرث المادي العلماء ايضا لهم ارث معنوي الحسين عليه الصلاه والسلام كما ورث رسول الله ارثا ماديا كذلك ورثه ارثا معنويا فكان الامام من بعده من بعد امير المؤمنين وبعد الحسن عليه الصلاه والسلام لذا في زياره الحسين عليه السلام ماذا نقرا السلام عليك يا وارث ادم صفوه الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله إلى أن نصل السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. زين ثم بعد ذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يبين سبب اختيار الله سبحانه وتعالى للحسين عليه السلام للإمامة من بعد الحسن عليهما الصلاة والسلام. فعلم أنكم خيارة خلقه فاصطفى منكم محمدا واختار محمد علي عليه السلام واختارني علي عليه السلام بالإمامة واخترت أنا الحسين الله سبحانه وتعالى علم بل هو الذي قدر ذلك فعلم ما قدره علم بأن خير الناس بني هاشم ومن بني هاشم هو الذي جعلهم خير الناس. ومن بني هاشم خير بني هاشم رسول الله محمد صلى الله عليه واله، ومن بعد محمد علي عليه السلام، ومن بعد علي الحسن، ومن بعد الحسن الحسين. الله علم ذلك وهو الذي قدره، لانه الله سبحانه وتعالى ما يقدره يعلمه ايضا من الازل. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى خلقنا خلقني وخلقكم هو الذي خلقنا من الازل يعلم بانه سيخلقنا وانه سيقدر ذلك وهكذا الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق شيئا كان يعلم بانه يخلق الانبياء وانه يصطفيهم وانه يختارهم وانه وانه يختارهم وانه يبعثهم انبياء، وكذلك بالنسبه الى الائمه. فيعلم ازلا بانه سيعمل هذه الاعمال التي هي مطابقه لحكمته وبقدرته. ثم هنا الامام يقول: واختار محمد عليا واختارني علي بالامامه واخترت انا الحسين. هنا ليس الاختيار بمعنى انه نحن بالاستقلال عملنا هذا العمل، لا، بمعنى ان الله هو الذي عين ونحن بلغنا بس صورة التبليغ تصير شنو؟ كأنه اختاره هو. الرسول صلى الله عليه واله امره الله بأن يبلغ امامة علي عليه السلام، فقال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فالرسول بلّغ قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هو في الواقع تبليغ لكن الظاهر في صوره الاختيار، هذا وصيه الامام الحسن عليه الصلاه والسلام لمحمد ابن الحنفيه، هسه انظر الى ادب محمد ابن الحنفيه وفصاحته وبلاغته وورعه وتقواه. فقال له محمد بن علي عليه السلام: انت امام وانت وسيلتي الى محمد صلى الله عليه واله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. زين شنو هاي الوسيله؟ اهم مصداق لهذه الوسيله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب يعني الملائكه الذين يدعونهم الناس يتصورونهم الهه هؤلاء لا هم يبتغون الى الله الوسيله ويبتغون اقرب الوسائل لم يقل ايها اقرب حتى نقول هاي الوسائل عمليه لا قال ايهم بالضمير الجمع لذوي العقول أي أولئك هو الأقرب؟ يعني محمدًا وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام، وأنت وسيلتي إلى محمد، ومحمد أيضًا وسيلتي إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقول محمد بن الحنفية. والله وددت نفسي ذهبت قبل ان اسمع منك هذا الكلام، دتوصي انت يعز علي ان اسمع انك توصي، معنى ذلك انك قد اشرفت على الموت، وهذا يعز علي. ثم بعد ذلك يقول: الا وان في راسي كلاما لا تنزفه الدلاء، ولا تغيره نغمه الرياح. كالكتاب المعجم في الرق المنمنم أهم بإبدائه فأجدني سبق سبقت إليه سبق الكتاب المنزل أو ما جاءت به الرسل وإنه لكلام يكل به لسان الناطق ويد الكاتب حتى لا يجد قلم قلما ويؤتوا بالقرطاس حمما فلا يبلغ الى فضلك محمد بن الحنفي يبين فضل الامام الحسن والامام الحسين يقول انا اعلم من فضلكما الكثير لكن لا اتمكن من بيانه انه احيانا الاشياء تدرك ولا توصف وايضا فضلكم اكثر مما اعلم بحيث أنه لو أشجار أقلام ما تمكنت ما تمكنت من كتابة فضلكم فأنا آتي وأدعي الإمامة كلا وحاشا ألا وإن في رأسي كلاما لا تنزفه الدلاء البئر العميقة إذا ماؤها قليل ينزفوا يعني يسحبون الماء بالدلاء الماء لكن إذا بئر عميقة لها مادة كبيرة كلما سحبوا منها الماء فهذه لا تنتهي يقول الكلام اللي أنا أرد أذكره في فضلكم هذا لا ينتهي كالبئر العميقة ولا تغيره نغمة الرياح طبعا البئر إذا ما سحبوا ماءها الرياح عندما تأتي تأتي بالذرة، بالأتربة، بالأشياء اللي موجودة على الأرض، فهذه تلقيها في البئر. فلذا البئر التي لم تسحب ماؤها لفترة يتغير شوية لونها، طعمها، بسبب الأتربة التي سحبتها الرياح إليها، وذرتها إليها. لكن فضلكم الذي في فكري في راسي في عقلي في حافظتي ليس كذلك ولا تغيره نغمه الرياح يعني صوت الرياح لا يغيرها كالكتاب المعجم في الرق المنمنم يعني هذه فضائل جمه مثل شنو مثل ورقه هذه ورقه مكتوب بها بالخطوط الجميله في و في في رق منمنم الرق شنو هو الرق الورق الذي يكتب فيه كما قال سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور كالكتاب المعجم في الرق المنمنم والنمنم بمعنى الزخرفة أهم أهم بإبدائه فأجدني سبقت إليه يعني أي فضل من فضائلكم أريد أذكره أشوف القرآن ذاكرة أشوف الرسول ذاكرة أشوف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذاكرة وإنه لكلام يكل به لسان ناطق من ينتهي أكو بعض الأحيان الإنسان عنده فكرة في ذهنه يتكلم دقائق تنتهي الفكرة أحيانا لا أفكار كل ما يتكلم ما تخلص هذه الأفكار كل ما يكتب ما تخلص هذه الكتابات وإنه لكتاب لكلام يكل به لسان الناطق ويد الكاتب حتى لا يجد قلمًا ويؤتوا بالقرطاس حمما يعني تسود الأوراق والفضائل ما تنتهي فلا يبلغ إلى فضلك وكذلك يجزي الله المحسنين هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنت أحسنت والله سبحانه وتعالى جزاك بان اعطاك من الفضائل ما لا تعد ولا تحصى ولا قوه الا بالله ثم بعد ذلك محمد بن الحنفيه يبين تسليمه للامام الحسين الحسين اعلمنا علما هذا تاكيد واثقلنا حلما علمه اكثر منا صفاته النفسية أفضل منا وأثقلنا حلمه الحلم إما بمعنى الصبر مقابل جهل الجاهل، وإما بمعنى العقل، وأقربنا من رسول الله رحمه، إحنا أبناء علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب ابن عم الرسول، لكن الحسين إضافة إلى كونه ابنًا لعلي بن أبي طالب فهو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله، فهو أقرب إلى الرسول صلى الله عليه واله منا. مثل احتجاج الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام لهارون اللا رشيد. هارون يقول أنا ابن عم الرسول وأنتم هم أبناء عم الرسول، أنتم أبناء علي بن أبي طالب وأحنا أبناء عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس بن عم الرسول علي بن أبي طالب أيضا ابن عم الرسول فالإمام الكاظم أجاب بجواب أفحمه قال له لو رسول الله صلى الله عليه وآله بعث نشر فخطب بنتك هل تعطيه؟ قال أتشرف بذلك الرسول يصير صهري أنا أتشرف بذلك الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام قال لكنه لا يفعل ذلك بالنسبة لي لا يخطب ابنتي لماذا لان ابنتي بنت حفيده واقربنا من رسول الله رحمه كان فقيها قبل ان يخلق يعني الله حينما خلقه في عالم الذر وقبل عالم الذر علمه ما يشاء في الحديث عن حبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه سأل الإمام الحسين عليه السلام ما كنتم قبل خلق الخلق الإمام ماذا أجابه؟ أجابه كنا أشباح نور معلقة حول العرش نعلم الملائكة التسبيح والتهليل كان فقيها قبل أن يخلق وقرأ الوحي قبل أن ينطق يعني قبل ان يتكلم بين الناس قرأ القرآن، اكو في حديث ان الامام الحسين عليه الصلاه والسلام ابطأ عن الكلام، واول ما تكلم به هو القرآن الكريم، ولو علم الله في احد خيرا ما اصطفى محمدا يعني الله حكيم لو واحد أفضل من محمد كان الله يختاره لكن ماكو أحد أفضل من محمد صلى الله عليه وآله فلما اختار الله محمدا واختار محمد عليا واختارك علي إماما واخترت الحسين سلمنا ورضينا من هو بغيره يرضى هذا استفهام إنكاري أكو واحد يرضى بغير الحسين عليه الصلاة والسلام إذا عند عقل وإذا قبل القرآن وقبل كلام الرسول صلى الله عليه واله من هو بغيره يرضى؟ ومن غيره كنا نسلم به من مشكلات أمرنا؟ إحنا أتباع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الأفضل من كل الجهات، ولأن الله هو الذي اختاره، فهذا الحديث الشريف إضافة إلى بيان النص على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه باختيار من الله ومن رسوله ومن أمير المؤمنين ومن الحسن عليهم جميعاً الصلاة والسلام، أيضاً في هذا الحديث بيان لفضل محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا معرفتهم واتباعهم، وأن يوفقنا لذلك. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين